ساعديني من فضلك، سأموت. ها؟ ما الذي حصل مسيفو؟ لقد أصبت بمرض نادر جدا، هل ترين؟ انظري. ها؟ اهدأ يا ميسيفو، أنت لست مصاب بأي مرض ولن تموت، أنت مصاب بالحزوقة. ها؟ ما هي الحزوقة؟ حان وقت التعلم يا ميسيفو. ها؟ ها؟ تبدين حقا كالمعلمة. انظر ميسيفو، هكذا نبدو من الداخل، يوجد الأعضاء وهذه الرئة والتي نتنفس بها، وهذه العضلات تسمى الحجاب الحاجز، وظيفتها هي مساعدة الرئة على التنفس. لكن عندما نأكل بسرعة أو نشرب مشروبات غازية وأشياء أخرى، في بعض الأحيان يتأثر الحجاب الحاجز وينزل إلى الأسفل بسرعة ويسبب لنا الغازات والحزوقة. لكن هل الحزوقة خطيرة؟ لنرى ميسيفو، إذا بقيت أقل من يومين لا حاجة لرؤية طبيب. يومين؟ ها؟ هذا كثير جدا. متى بدأت الحزوقة ميسيفو؟ منذ 5 دقائق. إذن لا يجب علينا أن نقلق، سنجد حلا الآن. ها؟ لنرى، لكنني لا أشعر بالعطش، إنها حزوقة فقط. أعلم ذلك، لكن واحدة من حلول الحزوقة هي شرب الماء، لذا عليك أن تشرب كامل الكأس الآن. تأتي الحزوقة، لكن الآن أشعر بانتعاش. ستكون بخير، الآن وقت الحل الثاني. حبس نفسك لمدة 10 ثواني. سيكون هذا مستحيلاً، سأختنق، أعطيني حلاً آخر. فكرة. خذ لقمة. ها؟ هم. ها؟ يبدو أنها نجحت. لم تنجح. حسناً ميسيفو، لم أريد فعل هذا، لكن لا يوجد حل آخر. كيف تشعر الآن يا ميسيفو؟ مخيف جدا. وماذا عن الحزوقة؟ ها؟ 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 تاتي، لقد عالجتني، لا يوجد حزوقة أبدا. في بعض الأحيان تختفي الحزوقة عندما نشعر بالخوف. اشتركوا بالقناة. أنا متشوقة جداً، وأخيراً إنه اليوم. واو، يا لها من مفاجأة من سيد مومن. هل تتخيلون أنه قد بنى بيت جديد؟ ها؟ تاتي. ها؟ ربما. ها؟ ما الذي تتخيلينه يا ليلي؟ حسناً، لنرى ماذا سوف أتخيل. لا شيء، لا أستطيع أن أتخيل أي شيء. لقد وصل سيد مومن العظيم. ها؟ أهلاً وسهلاً بكم في لعبة سيد مومن. ووهو. أوه، أنا آسف يا رفاق، سأجعل الدخان يختفي الآن. سيد مومن، أطفئ هذا الشيء. والآن ماذا سنفعل؟ لا تقلقوا يا رفاق، سوف أصلح كل شيء. أبراكادبرا، يختفي الدخان الآن. ها؟ ما هذا؟ هذه لعبة الوزة العظيمة، حيث سنكون نحن قطع اللعبة. حقاً؟ تبدو ممتعة.
وكيف سنلعبها؟ إنها سهلة جداً. سنذهب إلى مربع بداية اللعبة، ثم نرمي قطعة النرد ونتقدم في اللعبة أكثر وأكثر. أوه، تبدو سهلة. سوف أبدأ أولاً. لكن ميسي فو، هنالك مربعات تفاعلية. 1، 2، 3، 4. واو، حسناً، والآن ما العمل؟ والآن علينا أن نرمي قطعة النرد السحرية، وبناء على الرقم ستقوم ببعض الاختبارات. ميسي فو، ارمي النرد. ها؟ هذه لعبة غريبة. سيد مومن، ما هذا؟ لا تقلق يا ميسي فو، إنها مجرد لعبة. مياو. ليلي، لقد حصلت على مربع عادي. لا يهم، سوف أحصل على واحدة مسلية في المرة القادمة. دورك يا تاتي. لا أعلم، لا أريد أن أحصل على شيء مثل ميسي فو. هيا يا أختي، يمكنك فعلها. هيا تاتي، هيا. 6. تاتي، عليك أن ترميها مرة أخرى لأنك حصلت على 6. حسناً. أراك قريباً ميسي فو. تهانينا تاتي، لقد ربحت تذكرة قطار إلى مربع 17. ستحصلين أيضاً على قطعة من الكعك مع الشاي. ماذا؟ أحسنت يا أختي. أحسنت يا تاتي. لا 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 لا. ميسي فو، إنه دورك. ها؟ ألست معنا باللعبة؟ لا، أنا أقود اللعبة فقط. أتمنى أن أحصل على مربع جيد. إنها 6، حصلت على 6. سوف أتدحرج. نعم، علي أن أرمي مرة أخرى. 1. أين قطار قطعة الحلوى والشاي؟ هذا يحصل فقط إن حصلت على 6 على التوالي. حسناً، والآن دوري. 4. لا 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 لا. واو، كم هذا جميل، أنا قادمة يا صغيري. أوه ليلي، من الجسر إلى الجسر ترمين قطعة النرد مرة أخرى. إذن هل سألعب مرة أخرى؟ ياي. 4 مجدداً. والآن دوري. أوه، حصلت على الوزة. تاتي، اصعدي على الوزة. قولي الوزة إلى الوزة وارمي، لأنه دوري. الوزة إلى الوزة لأنه دوري. يا سلام، حصلت على 5. ها، وزة أخرى؟ يا له من حظ. حظي جيد اليوم. ليس مرة أخرى. 6، سأرمي مرة أخرى لأنني حصلت على 6. هذا غير عادل، سوف تفوز. لا. اثنان. العظام هنا. أوه لا، العظام سوف تسحبك إلى المربع الأول.
لا أريد ذلك. لا. يا رفاق، سوف يفوز الذي يحصل على 2، أما إذا حصلتم على 1 تعرفون ما الذي سيحصل. لا 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 لا. لا، 3. لا أريد. 6. سأرمي مرة أخرى. لا، 4. دوري. لا، العظام. لا عليك يا عظام، سأذهب بمفردي، أعرف الطريق. لا 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 لا. مسكينة دادي. لقد ربحت، لقد ربحت، يا سلام. هل أحببتم اللعبة يا رفاق؟ نعم نعم، نلعبها مرة أخرى. لا تنسوا المشاركة. يمكن نتجاوز كل شيء عندما نكون سويا. حب حياتي سيكون العالم أفضل سويا. كم أنا متعبة. جدتي، وقت الإفطار. برونو. جدتي، هل أنت بخير؟ برونو، لا أعلم. اتصل بدادي من فضلك، لا أشعر أنني بخير. حسناً يا جدة، سأفعل ذلك فوراً. إذن كل شيء حصل هنا. نعم نعم يا ميسيفو، في الليلة الماضية كنت أملأ زجاجة الماء من النهر هذه، وبعد ذلك انزلقت فيه ولم أستطع أن أرى شيء. أها، وما الذي حصل بعد ذلك؟ وبعد ذلك لم أستطع الخروج وبدأت بالصراخ ساعدوني ساعدوني، وبعدها جاء وساعدني البطل الخارق. حسنا يا رفاق، علي الذهاب، أتمنى أن تجدوه، أراكم لاحقا. سنجده. أها. وسوف نكشف هويته السرية. أوه جدتي، أعتقد أنه عليك النوم، وإلا سوف تبقين متعبة. لكنني أنام طوال الليل مثل الأطفال تماماً، لكنني أستيقظ في الصباح متعبة. حسناً، لدي فكرة، سوف أبقى معك الليلة لكي أحرسك ولكي أرى ما الذي يحصل. وأنا سأكون مرافق. حسناً برونو، والآن سوف نراقب جدتي سوية. يبدو أنني سأراقب جدتي لوحدي اليوم. وما رأيك أن نمسك به بشبكة سيد مومن الذكية؟ فكرة رائعة يا ميسيفو، لكن لا نستطيع أن نأخذها الآن لأنه سيكون نائماً. هذا صحيح. ما رأيك أن نحفر حفرة في الأرض ونغطيها بالأوراق؟ لا يا ليلي، لا نريد أن نؤذيه. وجدتها، فقاعات الصابون السحري. جدتي، إنها ليست
لقد أمسكنا به. لنرى من يكون. ساعدوني. لا أصدق إنها داتي. يا رفاق، ما الذي حصل؟ لماذا لم تخبرينني أنك البطل الخارق؟ ها؟ يا رفاق، أنا لست البطل الخارق. ماذا؟ كنت أبحث عن جدتي لأنها مفقودة. لنذهب، سأشرح كل شيء بطريق العودة. ساعدوني ساعدوني ساعدوني. ساعدوني ساعدوني أرجوكم، هنالك زومبي يريد أن يأكلني. أعتقد أن مصدر صوتي من هنا. انظروا، إنها جدتي ستساعد ميلانو. جدتي هي البطل الخارق. أوه لا. جدتي هي البطل الخارق وهي نائمة. لكن كيف تصل إلى المنزل إذا كانت نائمة؟ علينا أن نجد حل هذا اللغز الغامض. اشتركوا بالقناة واضغطوا الإعجاب.